طبعا شايفين اللون بتاعه مازال موجود. اللي بيؤدي عمليه الابيضاض ديت برضه مش بس بريتشنج او ارتفاع درجه الحراره لفترات طويله، ولكن في اسباب ثانيه طبيعيه برضه. هو طبعا ارتفاع درجه الحراره ممكن نقول ان هو مش سبب طبيعي تماما، طبعا لان ارتفاع درجه الحراره مؤخرا بيعزى كثير من الاحيان بالتدخل البشري بزياده الغازات الدفيئه، ثاني اكسيد الكربون والميثين والغازات الثانيه اللي هي بتتسبب في ارتفاع درجه حراره الكوكب. ارتفاع درجه حراره الكوكب ما بيأثرش بس على الهواء، ولكن بيأثر على المايه برضه وبيدور الكائنات اللي موجوده فيه. في شيء طبيعي ثاني بس هو طبيعي بنسبه 100% اللي هو اسمه حيوان نجم البحر الشرقي. ده اللي هنشوفه تحت في الصوره الثانيه. الحيوان ده هو التأثير بتاعه على الشعاب المرجانية مشابه إلى حد كبير ظاهرة البليتشي أو ابيضاض الشعاب المرجانية. اللي هو بيعمله إن هو بيخرج الجهاز الهضمي بتاعه في التغذية بتاعته، بيخرج الجهاز الهضمي بتاعه على الشعاب المرجانية، تفرز الإنزيمات الهضمة على الحيوان المرجاني يهضمه هو بره، وبعدين يبتلع المعدة بتاعته أو الجهاز الهضمي بتاعه جواه تاني. فهو بيفقي المرجان من الحيوان اللي فيه. طبعا بالطحالب اللي جواه، فالشعاع لونها يتحول للون الابيض ده زي عمليه الابيضاض. عشان نفرق ما بين الاثنين، يعني هل الابيضاض ده سببه ارتفاع درجه الحراره او نجم البحر الشوكي، بيبقى ده له علاقه بالباترن او توزيع الشعاع المركانيه اللي هي بيطلق فيه. يعني لو هي باتشات متنطوره ده معناه ان هو حيوان بيتحرك وبيطلق مختلفة. لكن لو الابيضاض شامل يبقى ده نتيجه درجه الحراره، ده مؤثر عام بيتاثر بشكل عام ما بينسبش حاجه. طيب احنا قلنا ارتفاع درجه الحراره، السيول والاعاصير دي بس الحمد لله احنا يعني ما حصلش عندنا اعاصير قبل كده، لكن الاعاصير بتبقى مثلا في الكاريبي او في البهامات، اماكن فيها شعاب مرجانيه برضه بيبقى لها تأثير ضار جدا على الشعاب المرجانيه، الأمواج بتبقى مرتفعه بشكل كبير وبتكسر فعلا الشعاب المرجانيه وبيخرج عنها تدمير لمساحات كبيره من الشعاب المرجانيه. التغير الشديد في مستوى سطح البحر والزلازل. التغير في مستوى سطح البحر دوت بيبقى حاجه جيولوجيه على اللونج راند او على مسافات متباعده دي. دايما لما نسمع كلمه جيولوجيا بنفكر على طول في الازمنه الصحيحه. قديما لما حصل تحركات في القشره الارضيه نتج عنها صدوع، نعم،